متابعينا اكيد بصباحنا، ووصلنا لاولى فقراتنا للضيوف وضيوفنا الاوائل بحلقتنا لليوم. رح نحكي عن الكتابه اللي هي بتعد جزء مهم من تنميه مهارات القراءه والكتابه لدى الاطفال واليافعين، ولذلك لابد من تشجيعهم على ممارسه الكتابه يوميا، وهذا الشيء بيحسن من قدراتهم على الكتابه مع الممارسه المستمره ومحاوله التواصل مع المحيط. ومع تطور الكتابة الناشئة يتعلمون أن الكتابة يمكن أن يكون لها هدف ويمكن أن تكون ذات مغزى. رح نحكي أكثر عن موضوع الكتابة مع الكاتبة آمنة قشمري. أهلا وسهلا قشمري، أهلا وسهلا فيك آمنة. أهلا فيكم، صباح الخير. صباح الورد. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. بالبداية آمنة، خلينا نتعرف عنك، عن موهبتك، عن عمرك ودراستك. تمام، أنا آمنة قشمر من ريف دمشق، عمري 21 سنة. بدأت بالكتابة من بداياتي الطفولية جدا، والعامل الأساسي اللي أثر علي بالكتابة هو مثل ما بنعرف وضع البلد، كانت السبب رئيسي كتاباتي. فكانت الكتابة شغف جواتي وأكثر من هواية، يعني كانت الكتابة عندي شيء ما فيني أني أحصره بمكان محدد، لا بالعكس كانت مجالها كثير واسع بالنسبة لي، ومع الوقت قدرت أني طورها أكثر وأكثر. نعم. آمنة، خلينا نحكي أكثر يمكن عن دائما في خطوات أولى، في أهداف أساسية، في تعاني مثل ما بيقولوا. كيف أسستي هذا الفريق؟ الكتابة؟ كيف أسستي هذا الفريق؟ كيف بلشت هي الفكرة؟ كيف هيك صرتوا يعني بروح وحدة بنمط واحد؟ تمام. هلا بداية الفكرة، أنا بالكتابة ما بكتب لأحتفظ بكتاباتي، وإنما أنا لأوسعها أكثر وأكثر. ومثل ما بنعرف الكاتب من خلال كتاباته بيوصل رسالة سامية، سواء إيش ما كانت هي الكتابة أو نمط الكتابة. فحبيت من خلال كتاباتي إني أثر بالموجودين حوالي، وأحاول من خلالهم إن نوصل لهدف معين. بدأت بأعداد قليلة بالفريق، شوي شوي بلشنا نتوسع أكثر وأكثر لنغطي مساحة الجمهورية العربية السورية بأغلب المحافظات. هدفنا الأساسي إنه ننشر الوعي الثقافي، نضوي على بعض المواهب الشبابية اللي بتحسي عندهم إنه قلت ثقة إنه هن يكتبوا ويورجوا الكل. فنحن كان دورنا إنه ننمي هاي الشيء ونعزز الثقة عندهم. فلهذا السبب يعني الشيء اللي عم يحبب الكل بفريق شغف الادب الثقافي. نعم، خلينا نحكي اكثر عن الطريقه اللي اتبعتوها لتحببوا العالم اكثر بالقراءه. هلا كان في اكثر من طريقه، نحن كنا كل يوم اسبوعيا نختار اسم روايه، وروايه ما تكون كثير ضخمه بحيث تراعي كل الظروف. مثل ما بنعرف نحن بفريقنا في طلاب جامعه، طلاب مدارس، شهادات بكالوريا، فلهذا السبب كنا عم نختار روايات محببه لقلبهم، بنفس الوقت ما تعطيهم انه حاجز انه واو كتاب كبير انا كيف بدي رح اقرا. فلا، كنا نختار روايات يومي اسبوعيا او شهريا ونعمل مسابقات عليها لحتى نحاول نعزز من القراءه عندهم. تمام. بما انه عم تحكي عن نقطه تعزيز القراءه، خلينا نحكي اليوم الاشخاص يلي هن ما عندهم ميول للقراءه، ما بيحبوا القراءه، ما بيحبوا الكتابه، ولكن بيحبوا يتعلموا، شو هي الخطوات الاولى يلي ممكن ينضم لفريقكم؟ كيف فيكم يمكن تدمجوه مع الكتب يلي عم تقروها؟ البدايات كيف لازم تكون؟ هلا انا كشخص مبتدئ، اعتبر نفسي انا شخص مبتدئ داخل على فريق، فانا ما بعرف لا اقرا مثلا، او ما عندي هوايه اني قراءه، بس انا بحب اكتب وانا لازم نمي هالشيء، وعم شوف رفقاتي قدام مني عم يوصلوا لمراحل عالم الكتابه. فهون هالفرق بيناتهم عم يخلق فجوه صغيره، انه انا عندي كتابه وبقدر بس ماني عم وصل. فلهذا السبب كنا عم نحاول نحببهم اكثر بالكتابه، نبلش بنشاطات صغيره تراعي اسلوبهم وتراعي مستواهم، وبعدين اكثر واكثر عم يعلى هذا كتابة عندهم أو مستواها عندهم. أمينة، خلينا نعرف أكثر المشاهدين على موهبتك، ونعرف محضرتي لنا شيء. طبعا تحبي تسمعينا؟ يا تفضلي. طبعا قصيدة بعنوان أحبك يا أمي. تنكسر أمامها كل الحواجز، تنحني إليها كل المعاني، تصرخ الآهات في صدري باحثة عن أحرف اسمها أنت. يا أروع ما كتب عنك الزمان، وخط بأدمعي أحرف اسمك، وناح قلبي مشتاقا لرؤياك. أنت، أنت لست حلما، أنت لست خيالا، أنت أنا بدونها وعذوبة أطرافها ودفء صدرها. حان الوقت،
حان الوقت يا أمي لأركع تحت قدميك لأقبل رأسك ويمناك. في كل يوم يمضي أثبت لنفسي بأنك يا أمي ملهمتي. أمي، نعم يا أمي، سأخط ميلادي يوم رضاك، سأجلس في قاعة الانتظار حتى ألقاك. أمي، لا تسافري، فأنا لا أملك رد القضاء، وإنما أملك ذكراك إلى الأبد. إلى سيدة مملكتي الأولى، إلى الصبر والعطاء، إلى منهي الحب المتدفق، عظيمة أنت، معادلتي في الحياة وجودك، أحبك يا أمي. شكرا كثير لك يا عمي. خلينا نحكي عن بعض المعوقات يلي بتمرق بوجه اي صبيه عم تبلش جديد تماما، عم تاسس شيء، عندها طموح. اكيد يعني كل حدا ببلش او صح. بيعمل شيء، في كثير من المعوقات تماماً. في كثير من التنمر ايضا من قبل تماما يعني الجو اللي عايشين فيه. تمام، هلا بلشت بالكتابه بمنطقه ريفيه طبعا، ومثل ما بنعرف العادات الريفيه ما بيحبوا انه كين الانثى يكون لها دور، فبيحاولوا يقمعوا هذا الشيء. فمع حسن الحظ كانت البيئه الحاضنه الوحيده لموهبتي هن اهلي، من بعد والدتي الله يخلي لي اياها. اما تعي لبرا على المجتمع اللي انا عايشه فيه، انه شو عم تكتبي؟ ما حدا رح يقرا يعني كتاباتك، هي كلها رايحه بالعدم، ما حدا رح يقرا. طبعا انا ما رديت، يمكن زعلت مره تنتين ثلاثه، بس هالزعل اخذته بدور ايجابي، ما اخذته بدور سلبي. من خلال هذا الشيء انا حطيت هدف براسي، قلت انا لازم اوصل، لازم بيوم من الايام اوقف على المسرح والعالم كله تزفق لامني. والحمد لله يوم بعد يوم قدرت اني اعزز هذا الشيء، والحمد لله يعني تغلبت على المعوقات وما خليتها حاجز بطريقي. أمينة، دائما بأي مجال خصوصا بمجال الكتابة بيعتمد أكيد على الموهبة، ولكن أيضا على تطوير الذات. مين الكتاب المتأثرة فيهم أو بتحبي دائما صراحة أكثر شيء بسمع أو بقرأ؟ حتى لعمر الفرة، لنزار قباني، بسمع لمحمود الدرويش، دول مثلي الأعلى فيني أقول نعم بالكتابة. تمام. كمان أمينة خلينا نحكي عن الفريق، يعني أكيد في تجارب عديدة مرقتوا فيها طبعاً. في أوقات كان في تأثيرات سلبية وتأثيرات إيجابية، نحن كيف قدرنا نحافظ على روح الفريق ولوين حابين نوصل بالمستقبل؟ لصراحة أكون معك صريحة أكثر، فريق شغف هو مو بس فريق، هو أكثر من فريق، أكثر من عائلة حاضنة. يعني اللي بيدخل لعنا على شغف بيتمنى لو كان داخل عنا من قبل. لما بتدخلي على مكان بتحسي فيه الحنان، بتحسي مثل الام يلي جامع اطفالها كلياتها حواليها لتقويهم لتعزز من دورهم. الحمد لله كان هذا السبب كثير محبب لاشخاص كثير اللي يدخلوا لعنا. اكثر المعوقات اللي كنا نواجهها، نحن بدانا بظل جائحه كورونا، ففي كثير سبب انه ما يكون نحن نجتمع كلياتنا بوان واحد او على اجتماعات على ارض الواقع، فهذا السبب كان شيء بسيط اثر علينا، ولكن نحن كملنا باجتماعاتنا اونلاين وما وقف هالشيء عنا ابدا. تمام. خلينا ايضا نحكي اذا لشغف في افرع بالمحافظات الثانيه، كيف انتم بتدعموا اكثر المواهب يلي بدها مساعده؟ تمام، هلا نحن عندنا فرع بلاديه بطرطوس، بالسويدة، بدير الزور، بحماص وبالحسكه، لا بالحسكه عندنا كمان هلا قريبا رح يفتحوا، بريف دمشق اللي هو الاساس. طبعا بكل فرع في اشخاص مختصين، مثلا عندي بالسويدة في يارا الهادي بالساحل اللي مستلم طرطوس ولاديه يوسف جعبري، نوح جعبري، وعندنا أكثر من قسم. فنحن من خلال هدول نجتمع كلياتنا اجتماع رؤساء الفرق، فنحط برنامج كيف بدنا نشتغل، كيف فينا نعزز. حتى لو كنت أنا بعيدة عنهم فهن قادرين أنهم يحافظوا على الفريق ويطلعوا فيه. نعم، وكيف يمكن عم تكبروا هذا الفريق ان كان اونلاين وان كان باجتماعاتكم؟ يعني اكيد يوم عن يوم عن الاضافات في اعداد كبيره حديد الان تجاوزنا ال 240 ولسه يعني في قابل انه اكثر من هيك يتجاوز ان شاء الله. نعم أمينة، ايضا الى جانب الكتابه عندك تخصص بمجال التدريب، خلينا نحكي اكثر عنه وعن هي التجربه. تمام، انا بدايه بلشت مدربه معتمده بمؤسسه سوريين ايجابيين بالمطلق فرع القطيفه. لاحكي لكم اكثر عن هي المؤسسه، هي مؤسسه تدريب شبابيه. مؤسسه تدريب شبابيه معنا بتدريس كافه فئات الشباب، سواء بتقدم لهم دورات علميه وعمليه. تأسست بإدارة الأستاذ عامر عثمان، ولكن أنا تخصصت بدورة أولى عملت بهي المؤسسة اللي هي دورة المهارات الكتابية، كونه كانت موجودة بفرع ريفي، فحاولت أني أخلق هي الدورة
واشتغلت عليها ودربت فريق اعلامي فيها، والحمد لله من خلال هي الدوره من خلال التعاون الكادر التدريبي اللي كان معي بمؤسسه سوريين ايجابيا المطلق فرع القطيفه يلي كان باداره هزار الشيخ، قدرت اني بفضلهم وسع اكثر واكثر بهي الدوره. تمام. اليوم عبر السوشيال ميديا كثير صار فينا نحن نوصل لاي مكان طبعا. لاي بيت لاي يمكن قرنه بالعالم، خلينا نحكي كيف انتم هيك عم تسوقوا، كيف يمكن السوشيال ميديا كان هو شيء مهم بحياتكم؟ طبعا هلا بما انه بدانا بجائحه كورونا فكان كثير كثير مساعد لنا السوشيال ميديا، فكنا من خلال نشاطاتنا والتنوع فيها يعني نطلع على الشيء التقليدي، فكان هذا سبب بانه نتوسع اكثر واكثر وننتشر اكثر واكثر، والسبب يلي يكون من خلال الشيء عم نعرض يكون جاذب للي اي حدا عم ينضم لعنا. امينه خلينا نحكي عن مشاريعكم المستقبليه اللي عم تحضروا لها، اذا في ايفنتات معينه واذا في رساله بتحبي توجهيها اليوم لكل صبيه مثلك عندها موهبه الكتابه او حتى شب. تمام. هلا بدايه نحن عم نطمح لنتوسع اكثر واكثر بفريقنا، عم نحضر عده امسيات لعده كتب لعده فعاليات جديده لسه ما انعملت، وان شاء الله الله يوفقنا فيها يا رب. بالنسبه لرسالتي لكل صبيه، كل حدا كل انثى بتحب تتميز وما توقف عن طريق محدد، لانه نحن بجواتنا شخص قادر، فنبتعد عن الشيء تقليدي عن الشيء اللي ممكن يوقف بطريقنا، ما نرد على الكلام السلبي، لانه انا مثل ما حطيت الكلام السلبي رح اتراجع خطوه بخطوه للورا، فانا لا بعزز من نفسي من ثقتي بحالي، حب الشيء اللي انا عم اقدمه، انا مثل ما حبيت الشيء اللي عم اقدمه بكل صراحه الكل رح يحب الشيء اللي انت عم تقدميه، واكيد رب العالمين رح يوفقك بكل خطوه وخطوه، بس انا لقيت العنصر الاساسي هو الثقه والإرادة. نعم أمينة، يعني مع هالكلام الحلو نحن أكيد بدنا نحيي هذا هي الإرادة وهذا الحب اللي موجود بداخلك. عندك شيء تقري لنا قبل ما نودعك؟ في قصيدة كتبتها بما مرضت بكورونا. سلامتك. الله يسلمك يا رب. بتقول أولا: حللت ذائرا في حلك الظلام، دخلت بيتي وتعشقت روحي، أثقلت دقات قلبي وأتعبت أنفاسي، صرت طريحة الفراش لا حول ولا قوة، من أنت ولما أنا بالذات، أعقاب من رب السماء جئتني، أم ذنوبي أثقلت كاهلي فزوتني، فورب السماء كفى كفى، عد من حيث أتيت فأنا لم أنتهي بعد. يسلم هالتم. شكرا. اكيد دائما هيك بنتمنى لك الصحه ويبعد عنك الكورونا وكل مرض. يعني مكفيين اكيد بحديثنا معك، وكنتي عم توجهي رساله اليوم لكل صبيه، ومن شوي كانت لي عم تسالك عن حاله التنمر يلي ممكن الواحد يتعرض لها. خلينا نحكي استخدام السوشيال ميديا كيف عم بيكون لتعرضي اكثر كتاباتكم او حتى نشاطاتكم بفريق شغف. مثل ما سبق وحكيت انه السوشيال ميديا كثير عنصر اساسي نحن كفريق او كشافحه شخصيه لإلي، فمثل ما قلت لك التنوع اللي بيصير انه ما انا اعتاد على شيء نمط تقليدي، هون عم يصير ملل، انا لما اجي نوع بصفحتي او بصفحه فريقي وبالمحتويات اللي عم اعرضها هون رح تكون عنصر جاذب قوي اكثر لصفحه الفريق. أمينة بنتمنى لك التوفيق وشكرا كثير لك، واكيد ان شاء الله بنشوفك بمسابقات عالميه. شكرا كثير.